السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. معاكم محمد عبلة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على نقطة مهمة، إن شاء الله يا ريت تهتموا بالموضوع ده وتركزوا فيه كويس، وهي نقطة الفرق ما بين البروتوتايب أو النموذج الأولي والنموذج الصناعي. هنتكلم أول حاجة على البروتوتايب أو النموذج الأولي، وهي الفكرة اللي بيطلعها المخترع أو اللي بيقدمها المخترع. هنبتدي الأول بالمخترع ونقول ربنا سهل، جالك فكرة ابتكار، بدأت تسجل الفكرة وعملت محضر الإيداع وقدمت بداية تسجيل الفكرة وبدأت تعمل تجارب تثبت بيها الفكرة وعملت نموذج أو تجربة أولية عشان تفرجها لرجل أعمال أو مؤسسة أو تعرضها على الناس، وده اللي بيتقال عليه النموذج الأولي أو البروتوتايب. وده ليه؟ عشان يثبت الفكرة. يعني النموذج الأولي هدفه إثبات الفكرة، لأن الاختراع أو الابتكار هي حاجة جديدة محدش شافها قبل كده. يعني لو قلنا للناس اللي فيه حاجة ممكن تمسكها بإيدك بدل التليفون القديم بسلك وفيه سلك، تليفون من غير سلك، هيقولك ده أكيد ده حاجة غير حقيقية. يعني أكيد التليفون أول ما نزل طبعا كلنا، يعني لو الحد يفتكر الموضوع ده الناس ما صدقتش، لو ازاي التليفون بيشتغل بدون سلك مثلا، وهكذا من الاختراعات. فكان لازم ليها تجربة، لازم اثبات للموضوع وكفاءة الموضوع كويس. فاللي احنا بنعمله بنعمل نموذج اولي يثبت الفكرة. يعني انت فكرتك، والله انا الفكرة بتاعتي دي مثلا بتطير، طب اثبت حتى ولو نموذج قد كده. تقول لي انا هقدر اعمل نموذج بحجم الأوضة دي يطير، طب اعمل لي نموذج قد كده وخليه يطير مثلا. فإثبات الفكرة بيبقى عن طريق البروتوتايب اللي احنا بنعمله ده علشان نثبت فكرتنا انها فكرة ناجحة. يعني ده بيخدم الفكرة ويسهل علينا التواصل، بمعنى اللي انا بقعد مع رجل اعمال او مؤسسة بدل ما اقعد اشرح تفاصيل كتير ليهم، يعني هما افضل اشرح 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 وطلع لهم كل اللي جوايا للفكرة، لا، انا النموذج اللي انا بقدمه بيثبت كلامي فبيقلل الاسئلة في التفاصيل الداخلية، فده بيحميني برضو. يعني الموضوع ده بيحمي حقي وبيخلي الناس ما تسألنيش. يعني خلاص انا اثبتت لك الفكرة، انت عايز مستغرب ازاي اللي الموضوع ده الفكرة بتاعتي دي مثلا ازاي تقدر تتحرك او تمشي، اهو النموذج اهو وجربه. انا اختراعي نفسه لما كنت مثلا باجي مثلا في التلفزيون او في برامج او كده، فلما يجي حد يشكك بس يقول لي طيب يمكن في عربيات، اقول له تعالى، مش في عربيات بره، في اي مكان في عربيات، اقول له طيب النموذج هو معايا، يلا بينا نطلع نجربه على العربيه، واطلع فعلا اجرب الاختراع بتاع العربيه او النموذج بتاع العربيه اثبت بيه كلامي. بس ده اثبات كلامي واثبات اللي انا فكرتي او اختراعي ده ناجح. وده اول حاجه او اول حاجه اتكلمنا عنها اللي هي النموذج او البروتوتايب، وده اللي انت بتقدمه كمخترع. يعني انت كمخترع مطلوب منك تقدم ده، تقدم فكرة جديدة، تقدم بروتوتايب نموذج للفكرة، والمفروض اللي بيجي الخطوة اللي بعد كده اللي انا هكلمكم عنها دي بيعملها رجل اعمال او مؤسسة، يعني مش فرد بيعملها، نقطة اللي مش فرد بيعملها، لكن ممكن تتعلمها زي ما انا اتعلمتها لوحدي كنوع من العلم بالشيء ويبقى عندي خبرة. وكمان بعد كده اعمل حسابي لاي فكرة اعملها جديدة لازم افكر في الافكار اللي هتيجي بعد كده واللي هتخدم الفكرة بتاعتي. وننتقل بعد كده لموضوع النموذج الصناعي. النموذج الصناعي ده يعني ايه؟ اللي انا باخد الفكرة بتتحول للسوق، بتتحول نموذج ينتج على ارض الواقع واستخدمه المستخدم زيي وزيه. يعني هنبسط الفكرة، هنقول انا فكرت اللي انا مثلا مثال عملت مثلا كرسي ده مثلا بيتطبق بيبقى مثلا ايه حجمه مثلا 25 في 25 مثلا قد كده كويس. فانا جيت عملت هنا في المكتب النموذج ده من الحديد وقلت لك انا عملت فكره نموذج لكرسي بيتطبق 25 في 25 ويقدر يشيل مثلا واحد لحد مثلا 100 كيلو كويس. فانا عملت النموذج حديد وكل حاجه كويس، دي يثبت فكرتي واقول لك براءه الاختراع اهي، خلاص انا كده بعمل ديل مع رجل اعمال او مع مؤسسه كويس. طيب اللي هيعمل بعد كده زي ما بقول لكم النقطه الثانيه هي بتاعت النموذج الصناعي بقى. النموذج الصناعي ده يعمله او يشرف عليه لجنه. يعني ايه لجنه؟ لجنه من مهندسين ومختصين بالمواد ومختصين بالتسويق، مختصين كمان بالجمال، يعني حتى الشكل الجمالي مهم. بمعنى الكرسي بتاعي كمثال برضو كويس، انا عملت الكرسي، هما بيبصوا على الكرسي اول حاجه هيكتبوا، انا بكلمك عن نقط يعني ممكن نقول ان كان حاجه حقيقيه، انا ده مش ده اختراع، ده يعني انا قلت لك مثال، لكن خلينا نشوف لما يبقى انا عامل كرسي هنا منفذه في المكتب ايه التعليقات اللي ممكن تبقى عليه.
عندنا اول حاجه هيكتبوها عليه يقول لك الوزن، وزن الكرسي ده قد ايه. هقول لك والله وزن مثلا 15 20 كيلو عشان معمول من الحديد. هقول لك لا طبعا الوزن ده لازم نقلله كويس. حتى لو انا قلت لا الوزن ده مهم عشان الفكره، هيقول لك برده احنا لازم نشوف مواد بديله تخفف معانا الوزن ده. لو مسمار واحد قدرنا نشيله يقلل معانا الوزن ده هيبقى كويس جدا. كويس، اول حاجه هيبصوا على الوزن، هيبص على الشكل الجمالي، هل في حواف ممكن تعور، ممكن تجرح حد. طبعا ده داخل في جزء السيفتي، وده كل الافكار كل الحاجات بتمشي زي ما بقول لك، كل الافكار بتمشي على النقط دي، السيفتي، السهل الحمل ولا لا، كفاءته في التاكل مثلا، لان في عنصر التاكل يعني كل حاجه بتتحرك فيه ليها تاكل. طيب ده هيتاكل على مدى قد ايه، هيحصل له عيوب مثلا بعد قد ايه، هل ممكن يبقى ليه قطع غيار ولا لا، وهكذا. فبيتم دراسه الموضوع عشان يتحول من المرحله دي للمرحله الصناعيه اللي هي بتنزل في السوق. لما تخلص اللجنه موضوعها وتبدا خلاص تقول الفكره كده ناجحه 100% وتمام، وخلصنا التصميم الجمالي كمان، لان المنتجات اللي احنا بنستخدمها دي بتشوف اي منتج احنا بنستخدمه شكله جمالي، وعمر ما مثلا ما في ساعه بتعورك في ايدك او حاجه، كل الحاجات دي جماليه ومعروف كمان حتى السيفتي فيها وكل حاجه كويس. فالموضوع مش بيخلص لحد المرحله دي، بيبدا يتعمل منهم 10 نماذج عشان يتجربوا الاول مع الناس ويشوفوا ايه العيوب اللي طلعت منهم، عشان لو في جزء في تطوير بعد ما اللجنه اقرت اللي هي دي النقط دي احنا طورناها وكل حاجه، برضو بياخد مرحله متابعه ويشوفوا الفكره هل طلع منها عيوب، هل ظهر عليها حاجه، هل في ناس مثلا مش عارفه تستخدمها، اصل ممكن يبقى العيب الناس مش عارفه تستخدمها. بعد ما يراجعوا العشر افكار اللي هم تم انتاجهم في الاول تمام، خلاص يبدا بعد كده يتم انتاج الاكبر ويبدا يتعمل منه كذا نموذج. هو ده الفرق ما بين البروتوتايب وما بين النموذج الصناعي. المعلومات دي طبعا كان واحد مهندس زمان كان بيقول لي عنها، بيقول لي مش مهم انك تعرفها، لكن انا كتبت ساعتها النقطة اللي قال عليها وبحثت عنها وتعلمت وعرفت. فبرضو بنصحكم لأكتر من مرة، احنا في فترة كورونا الامور دلوقتي هادية شوية، مفيش فعاليات ولا في حاجة، لكن الفترة دي انت بتطور من نفسك وتعلي من قدراتك، عشان لما الامور ان شاء الله الامور هترجع لطبيعتها واحسن، وهيحصل انتعاش، لان ده اقتصاد على مستوى العالم كله في ركود بسبب موضوع كورونا. فلما يحصل انتعاشة تانية تكون انت جاهز وعندك افكار ومطور من قدراتك. والله يعني معلش انا اسف لو ربنا ما اردش، حتى الواحد حياته ما كملتش، يكفي نيتك اللي انت كان هدفك تطوير وتنميه في المجتمع، وافكارك اللي ربنا رزقك بيها انت عايز تطلعها للنور، وكان عندك تصور انك كمان تفيد الناس وتشغل الناس معاك وهكذا. فريت ما تضيعش وقتك وتحس باحباط وتقعد تقول انا مش شايف قدامي لان الفتره الحاليه فيهاش بعض المشاكل، لا جهز نفسك وطور من قدراتك. انا المعلومه دي انا بقول لك كانت زمان، يعني انا المعلومه دي عرفتها من زمان تقريبا من قبل 2008، يعني مهندس بس قالها لي اتعلمتها وساعدتني. انا بعد كده ساعدتني في ايه؟ بعد كده بقيت اعمل نموذج وافكر المهندسين بيفكروا في ايه؟ في السيفتي. يبقى انا النموذج اللي انا بعمله بهتم بيه في السيفتي، بهتم بالشكل الجمالي، بهتم بنقط بحيث هم لما ياخدوا الفكره يطوروا عليها حاجه بسيطه. فانا حطيت الاساسيات من اللي انا اتعلمته. فانا كنت كانت بالنسبه لي حاجه ممكن ما اعرفهاش او مش مهم اعرفها، زي المهندس ما قال لي، هو افادني بس قال لي برضو مش مهم تعرفها لان دي محتاجه عدد كبير، بس ايه المشكله لما اتعلم؟ العلم طبعا ما بيخلص، وانت مهم تتعلم، تتعلم طول ما في وقت تتعلم، كل ما انت بتنجح تتعلم عشان تبقى احسن. واتمنى انكم تطوروا من قدراتكم، ما تقفش عند خطوه معينه، طور من قدراتك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.